من ضمن الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها في الكلام في الجمال في ابلكيشن. الابلكيشن بنات كتيره جدا هتهتم بيها. نطلع بقى من حاجه الرجاله والدقن وكده، ندخل على حاجه البنات. البنت في بنات كتيره جدا اللي بيهتموا بطلاق الاظافر، بيبقوا في مثلا لون عجبهم جدا بس مش عارفين ده ماركه ايه، او بينسوا، او بيبقى عندهم 100,000 حاجه. الموبايل طبعا في بريك ثرو في التكنولوجي دلوقتي، انت لما بتيجي تحطي طلاق الاظافر بتقعدي على الاي تيونز اللي هو الابلكيشن بتاعه الايفون، تعمليها سكان. اول ما تعمليها سكان هي طالعه قدامنا على الشاشه وهتنزل على الفيسبوك والانستجرام بتاعتنا، يطلع لك اللون والماركه ولون الماركه ونوع الماركه وتاريخ الصلاحيه وكل حاجه بمجرد ان انت تعملي لها سكان. اسمها نيل اب، وهنقولها لكم في على السوشيال ميديا.